لو الحكايه فيها ان فيتو طوابير وان هو كذا، لا انا اصيغ له اليه تبقى الامر سهل جدا. اشيل كل الاشاعات والاعراف اللي موجوده، المواطنين بيحجموا عن الابلاغ شريحه كبيره جدا على ان هم هيتم فرض عليهم ضرائب لو انت اخترت بانك اجرت شقه. الامر ده يتحسب مع المواطن ومن خلال وسائل الاعلام. انا قاعد اروج ووعي لمثل هذه المنظومه بان هناك منظومه سهله منضبطه بيشتغل فيها اكثر من جهاز، اكثر من وزاره، كله بيقدم ما يستطيعه. في النهايه احنا نبقى قصاد منظومه ارتفعت الى حد كبير بالمساله ووصلتها الى مستوى افضل كتير جدا من دلوقتي، ويبقى الامر تشاركي فعلي. المواطن صاحب العقار والمالك اشتغل ادى شغله، الحي ادى شغله، المحافظه ديوان عام المحافظه ادت شغلها، ووزاره الداخليه ما بتتهربش المسؤوليه، بالعكس هي موجوده في الصف الاول. الحقيقه تاجير الشقق المفروشه وايجار جديد والانشاءات الجديده والمباني تحت الانشاء هي مشكله قائمه بقى لها سنين، لكن الحقيقه ممكن يكون ناس كثيره مننا ما اخدوش بالهم انها مشكله حقيقيه، لأنه يعني بيتم استغلال هذه المنشآت وتأجيرها لبعض الخارجين عن القانون وبعض الإرهابيين وإيواء هؤلاء الإرهابيين، وأيضا كمخازن للأسلحة والمتفجرات أيضا. وطبعا يعني مجهود غير عادي بيقوم به رجال وزارة الداخلية ورجال الشرطة المصرية.